بابا لا تخاف، هذا أنا حميد. النسيان هو أكثر شيء مرعب بالحياة. يعني رح يموت؟ الناس ما بيكونوا مناح معنا غير إذا في شيء مصيبة. المي، السدر، كافور، التراب، كلهم بالدين بالطبيعة. الناس بينسوا وبيقل اهتمامهم بسرعة. مو موتنا اللي بغيرنا من الغفلة، موت غيرنا حقيقة. عطية، شوفي مين إجا لعنا. لأنه الدكاترة قالوا ما في أمل، ما عاد في أمل يضل عايش أكتر من هيك، لهيك خليه يموت بيناتنا أحسن، هيك بكون مرتاح. كتير عم تتعذب بالسجن مو هاي؟ كتير. أنا ما بشوف حميد غير إنه زلمة مجرم. عم بسألك، أيامك سودة شي؟ كله مشان أنانيتكن، ولو إنه ما بتكرهوه ما كنت صرت ست أرملة لحالي بهالدنيا. أنا نفسي أعرف شو هالسر يلي مخبينه عنا كل هالوقت. عقلك صغير هاد، ما رح أخليك تفهم شو بدي أقلك. حميد، الشي اللي صار قبل ما يمرض أبوك الناس كلها لازم تعرف فيه، لازم يخبر الكل عنه. لا، وأنا بحبك كمان.